أهلا بيكم في الموسم الثاني من الطريق إلى المسرح. عمرنا ما كنا بنفكر زي الباقي، كله بيدور على الطريق السهل بس مفيش، وكله عايز يروح الجنة بس محدش عايز يموت. صباح الفل صباح الفل صباح الفل يا كابتن عبد الرحمن، صباح الفل يا كابتن دريك. صباح النور. احنا ايه، احنا فين كده؟ احنا في العين السخنة. العين السخنة. العين السخنة بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنعمل عندنا يا باشا، عندنا طلعت يخت احنا والشباب، ودلوقتي الساعة 7 وتلت. السؤال بقى، احنا صاحيين من امتى؟ احنا اسمع، احنا نمنا امتى؟ لا ما هو انا كنت لسه، احنا صاحيين من الساعة كام؟ من 7 امبارح. من 7 امبارح. من 7 امبارح حرفيا. وعندنا كده مطبقين من الاخر. مطبقين بالظبط، عندنا طلع يخت كده بالسخنة يوم صد رد. صد رد بالظبط. مع الشباب نقعد بقى فاهم وبتاع. عايز اشوفك يا جدعان. اهو ادي اول حاجة. المهم يا شباب، الفلوج ده كده ايه، حاجة سريعة، وهتلاقوا اصلا ده يعني نشوف بقى ايه اللي هيحصل وبتاع. يا ابني خلينا نخلص. ايه يا ابني؟ مهم عشان برضو كابتن عبد الرحمن الراجل بيحضر وبتاع. ده كده حاجة سريعة، اللي هو لو انت طلعت يوم صد رد بتاع هتتصرف ازاي، اكل هيبقى عامل ازاي، الحاجات اللي انت محتاج تجيبها معاك. الراجل اللي هل جايب معاه حاجة ولا لا؟ وانا برضو عملت حسابي للراجل وجبت له معايا كام حاجة بالظبط كده. معاك 3 سكوب بس. المفروض ان احنا في شوي بتاع، في شوي بتاع، في وقت، واحنا المفروض هنمشي من هنا اصلا على الساعه 4:30. اه فمش يوم كامل، فقشطه يعني شغال لذيذ في اللذيذ. طب يلا احنا لسه مستنيين الناس تيجي. المفروض الناس جايه باوتوبيس، بس احنا عشان ظهرنا عنده 80 سنه وركبنا على 90 سنه تقريبا ديد ليفت امبارح صحيح. فقلنا ان احنا نجيب العربيه بصراحه من الاخر، والسخنه مش بعيده. يا ابني اسكت شوي. ايه ليه اسكت؟ يا رب شوية تكونوا سامعين حاجة من الأول، بس دلوقتي كده ايه، احنا في النص حرفيا. ايه؟ مستنيين بس. مستنيين عايزين نطلع من الحمام. مستنيين مركب تاني عشان. بيقول ايه؟ بيقول لك بتست رجلي في البسين بعد ما هو ده اللي احنا هنعمله. أول واحدة تاني. كده كده. كسر. عشان بتست رجلي في البسين بعد ما نط. مفيش اوبشن. انا طب انا هنط وانت جس، قبل ما انا اكون نطيت انا ودريك كل انت بتجس بقى. المفروض ان احنا نصل في قرارك يعني. صح. عامة احنا مستنيين الاوكي. اول ما المركبين دول، المركب دي هتهبط فينا دلوقتي، لما تهبط فينا قررنا نزيرو عادي. تمام، احنا هننط من هنا. لازم نتزحلق بس. نط من هنا يا دريك. او من هنا. هنا وننزل بقى، ننزل بقى نزحلق هنا كده. ننزل على دماغك كرتون على الخشبه دي، ولا مش الموضوع بينتهي؟ انا بجس اصلا وانا في البسين. يولو ساعه مش ساعه. قول الحقيقه يا ساعه. صح؟ أنا شايف كده. فور سي اي بي. هو هو ثانية ثانية. والله مش وحشة. هاي ساعة؟ بسم الله. جامد. هي يا اسطى فوت اهي. الحب شيء لك اللي بالك الجنده ربنا يبارك. ايوه. ايه دلوقتي هو هي بعد على السوق. انت ما كده كيوم. ايوه حسام وعايز. طيب يا شباب، دلوقتي احنا برضو عايزين نقول حاجة. احنا ما طلعناش الرحلة دي من فراغ ولا ايا كان. عندنا شباب هنا ابو حميد، ان
شركه انركس. هو الراجل اللي بولفاوي قد الدنيا وفورما زي ما انتوا شايفين. هو قال لنا ايه؟ بقول لكم يا شباب تعالوا احنا عاملين كذا وكذا وكذا وبتاع. فشكرا ابو احمد طبعا على اي حاجه باشا، انت مشرفني والله على كل حاجه وكله. بس احنا عايزين ندي الناس بص حاجه سريعه. انتوا بتطلعوا يعتبر رحلات ليها علاقه بالكامبينج وليها علاقه مثلا بان انت تطلع سخنه او كذا، بس قول لي انتوا بتطلعوا رحلات فين في مصر عامه؟ احنا تقريبا بنطلع كل حته في مصر، يعني مرسى علم، شرم الشيخ، غردقه، دهب، مطروح، السخنه، الكلام ده كله. يعني اي مكان موجود في مصر احنا نقدر ان احنا نعمل فيه بروجرام كامل بحيث ان الشخص ده يجرب حاجه جديده احنا بنحاول نعمله. ثانيه، يعني بحجز مثلا الفندق او المكان بالحاجات، يعني مثلا لو انا هطلع معاك مثلا مرسى علم، المكان هيبقى متوفر من تبعك صح؟ المكان هيبقى متوفر من تبعي، ترانسبورتيشنز، الميلز طبعا، لان بيكون طبعا المكان، يعني من الاخر اللي بيطلع معاك بيحجز ومش محتاج يوجع دماغه على اي حاجه. لا انت مجرد بس ما سلمت نفسك انركس انت كده خلاص، انت كده الموضوع انتهى، انت خلاص سلمنا نفسك، تعال بشنطتك، الموضوع خلص. طيب دلوقتي يا ابو حميد الناس تقدر تتواصل معاكوا ازاي؟ او البيج اسمها ايه او كده؟ البيج اسمها انركس ترافلز، هي تظهر دلوقتي على الشاشه. الراجل فاهم، الراجل فاهم. تظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه انركس ترافلز على الانستجرام وعلى الفيسبوك. احنا دايما بنتواصل مع الكلاينتس بتاعتنا على الانستجرام. وسرعة يا شباب بيردوا بسرعه، ده بجد. يعني ما فيش حد هيتاخر عليك، لان في كذا شخص مسؤول ان هو يرد عليك في اسرع وقت. مجرد ما تفكر تسال في حاجه فانت هتلاقي الحد اللي هيرد عليك ساعتها. في سمعت عن حاجه كده انتوا بتعملوها لو حد طلع معاكم كذا مره الرحله الجايه بيبقى عليها ديسكاونت او او او؟ بيكون في باسبور، الباسبور ده بيكون فيه ستامبس لكل الاماكن اللي انت رحتها. ده بتاع انوركس نفسها. تمام. الباسبور ده يعني بيكون هو عليه اسمك، شبه الباسبور بالظبط اللي انت بتاخده وانت مسافر بره. بنديك ستامب الاماكن اللي انت رحتها معانا. لو انت مريت الباسبور ده كامل فانت بتاخد بعد كده رحله في الاخر فولي فوندد من غير ما تدفع ولا جنيه بكل الاكسترا تريبس اللي فيها. وغير كده برضو انت مثلا لو انت مالي الباسبور ده بعدد معين بتاخد اوفر ان انت تاخد خصم على الرحله اللي بعدها او الرحله اللي انت هتحجزها معانا الجايه. يعني من الاخر يا شباب الباسبور ده يعتبر انت في الكوميونتي او العيله بتاعت انوركس، اللي هو من الاخر دي حاجه بتبقى معاك لما تقعد تسافر معاهم اكتر واكتر، بيبقى ليك جوائز بعد كده سواء كان تخفيض او سواء كان الرحله مثلا لما تملاه كله. تمام. يعني كان ليها حاجه من الاخر انت بتبقى في الكوميونتي بتاع انوركس. غير كده يا شباب احمد احنا قلنا له ايه؟ احنا اتعاملنا زي اي حد بيطلع، ما تتوصلش عشان احنا ايه سيف عبد الرحمن او ايا كان اي حاجه انت هتشوفوها ده فعلا اللي بيحصل، مفيش اي حاجه كده ولا ايا كان، رغم ان هو كان عاوز يعمل ده بس احنا قلنا له لا. ايوه احمد كمل. هناكل ايه؟ ناكل دلوقتي يعني ساعه كده. يلا يا احمد. وعندنا بقى هنا يا شباب دلوقتي الوجبه وهو ابتدى من غيرنا، بس المهم يعني نفتح طبق عادي ونشوف كده ايه الكلام. ماشي. عندنا هنا كابتن عبد الرحمن سمبوسه، عندنا ناجتس، عندنا مطاص، عندنا رز، وعندنا فراخ. قلت له ان احنا عاوزين صدور، عندنا صباع كفته، بس احنا ندوق. بس بص صباع كفته يا جدعان بيلمع اكتر من المرايه، فاهم؟ بس نجرب. ده صباع طرب تقريبا يا جدعان، مش كفته. طرب ها؟ صح يا دريك. الطرب تحسبه ازاي في الدايت؟ الطرب؟ بالظبط كده، احسبه جراوند بيف 50% بس 50% لين. ادينا تقييمك يا كابتن. بص يا شباب الفراخ انشف من الصحراء والله هتعرف. انت فهمت انا قصدي ايه؟ المشكلة ان احنا معناش ميه يا جدعان، مش اي حاجة نبلع بيها. ناجتس حلو اكيد. وجبة لذيذة صراحة شغالة. كل يلا بينا. ألف هنا كابتن السيف الدرع حبيبي. بسم الله. تعال احكي لكم على اللي حصل. زي ما انتوا شباب شفتوا في اول الفيديو ان احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا هنرجع هنا القاهرة على ايه، هنمشي من هناك الساعة 4، فاقول ايه يعني هنيجي 7 مثلا. عايز اقول لكم ان انا داخل البيت الساعة 10:30 بالليل، والواحد كان بقاله 35 ساعة صاحي. فلك أن تتخيل أول حاجة أنا عملتها أول ما دخلت بيتنا إيه؟ اترميت في السرير، لأن أنا أصلا وأنا سايق كنت حاسس أن أنا خلاص بدأت أهلوس، ودي حاجة أنا مش هعملها تاني. كنت حاسس أن أنا سكران حرفيا. بس في أول ما دخلت البيت أنا اتقتلت. وزي ما انتوا كنتوا شايفين في اول فيديو كنا بنقول ان احنا هنظبط الدنيا والاكل والكلام ده كله عادي، والتحضيره والدنيا ماشيه زي الفل. بس زي ما احنا عودناكم، زي ما احنا وعدناكم ان احنا هنكون صراحه، هنكون ترانسبيرنت، وهيبقى في شفافيه تامه. فانا مش هضحك عليك،
واقول لك ان انا ماشي بالظبط وان اليوم بالظبط وان اللي انا كنت عامل حسابي عليه ماشي. انا اقول لكم الصراحه اللي حصلت فات سيكريت بجد مضحك في اليوم ده. انا اليوم ده يا جدعان واكل 40 جرام فات، 18 جرام كارب، و88 جرام بروتين، يعني 820 كالوري. فايه زفت. بس انا اللي خلاني عايز اتكلم في الفيديو ده ان هي دي الحياه، هو ده اللي بيحصل. حاجه انا ما كنتش عامل حسابي عليها خالص، كنت عامل حسابي ان انا اخد معايا واي بروتين وان احنا هناكل هناك وان احنا نرجع بدري وان انا هكمل اكل هنا واليوم هيمشي زي الفل وهفضل اظبط الماكروز بتاعتي ومش هيبقى فيها اي مشكله. وما حصلش. كنت عامل حسابي ان احنا نرجع هنا على الساعه 6:30 7، رجعنا الساعه 10:30، الواحد مش شايف قدامه. ف تحضيره هل دي احسن حاجه؟ لا خالص، وده مش الصح، ولا دي اكتر حاجه اوبتيمال. بس انا انبسطت، احنا والشباب كلنا انبسطنا، وده يوم وعدى. وانا ما كنتش عامل حسابي ان انا اعمل ده، فهو مش هيتكرر تاني ان شاء الله. فانا طالع اتكلم معاكم في الموضوع ده وندردش من الاخر. انا مش محضر حاجه اقولها، انا بس عايز اتكلم معاكم لان في ناس كتير قوي. انا اكلت، كنت عامل حسابي ان انا اكل كحكايه في العيد وكلت 10، اعمل ايه؟ انا كنت عامل حسابي ان انا هبقى ظابط في العزومه دي ومش هضعف قصاد الاكل وكلت. انا كنت عامل حسابي ان انا هنتظم في التمرين بس حصل لي ظروف وسافرت فما انتظمتش. انا كنت قايل لنفسي ان انا هسافر وهتمرن هناك بس ما اتمرنتش. انا كنت عامل حسابي على 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 وما عملتش ده. فتلاقي نفسك ان انت دخلت في دايره من جلد الذات. هو انا ازاي بحضر وما مشيتش على الماكروز بتاعتي في يوم؟ هو انا ازاي عايز اعمل فورمه وما التزمتش بالاكل؟ هو انا ازاي عايز اخش كذا كذا وما عملتش كذا؟ وتلاقي نفسك دخلت في لوب، في دوامه ما بتخلصش، ان انت بتأنب نفسك، بتأنب ضميرك، بتحسس نفسك ان انت ما تستاهلش اللي انت عايز توصل له. وده شباب كتير قوي بتبعت لي في الدي امز وبتبعت لي سيف وبتبعت لنا بجد قد ايه هم محبطين من نفسهم ومتضايقين من نفسهم وداخلين في دوامات من الاكتئاب الصغير كده علشان هو في يوم بوظ الدايت او عشان هو في يوم كل بيتزا او 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 انبسط بالاكسبيرينس او بالتجربه اللي انت مريت بيها. انبسط بان انت خرجت مع اصحابك، انبسط باللي انت وصلت له، خصوصا لان اصلا 99% من الناس هي مش بتحضر البطوله. فانت ما وراكش حاجه، انت ما عندكش ديدلاين، انت ما عندكش معاد لازم تبقى انت جاهز فيه. وحتى لو عندك فهي ملحوقه، يعني اللي انا عملته ده مش اصح حاجه، بس من تاني يوم رجعت ظبطت تاني. طبعا لو انا اقرب للبطوله الامباكت او التاثير هيبقى اكبر بكتير، بس لسه فاضل 4 شهور على البطوله والموضوع ده ملحوق والدنيا ملحوقه. فعادي يوم وانبسطت فيه والدنيا مشيت خلاص، ايه اللي هيحصل؟ طب ما انا بقالي فتره كبيره جدا ماشي على الماكروز بالظبط وماشي على الكالوريز بالظبط. زي ما مش يوم واحد هو اللي هيظبطك واللي هيعمل فورمه، هو مش يوم واحد برضو اللي هو هيبوظك. فلو انت عملت حاجه انت مش مبسوط بيها، او لو انت بوظت في يوم، او لو انت عملت في يوم، يا باشا اصحى تاني يوم الصبح ولا كان في حاجه حصلت. السبب اللي خلاني اصور الجزئيه دي وما اقفلش الفيديو على يا شباب اليوم كان حلو واحنا تمام وانا مشيت على الماكروز واطلع اقول اي كلام، زي ما للاسف في ناس بتعمل وبتحسس الناس ان انت لو ما مشيتش اللي هو جو هارد اور جو هوم بقى، وانت لازم تبقى ملتزم 100%، ولو ما صحيتش الفجر تحضر وجباتك فانت عمرك ما هتبقى فورمه والكلام ده كله. الحاجات دي بيبقى ليها وقتها، بس في نفس الوقت انت عايز تستمتع بحياتك وعايز تعيش حياتك. طبعا دي مش احسن حاجه، مش بقول لك ان انت تعمل ده، ولازم برضو يبقى عندك شعرايه كده فرق ما بين انت عارف ان انت استهبل والموضوع حصل غصب عنك. انا ما كنتش عامل حساب ده، وكنت رايح معايا الوي بتاعي وعامل حسابي ان انا هرجع هاكل الوجبه بتاعتي، وكنت متبل الفراخ وحطيتها في الثلاجه، بس رجعت مش قادر. فاكيد انا ما كنتش هاجي وانا اصلا مش شايف قدامي اقعد امسك الطاس. انا اصلا يا دوبك طلعت حرفيا دخلت نمت، ما عملتش اي حاجه. انا عارف ممكن يبقى في حد بيتفرج على الفيديو ده حصل لي سيتويشن زي ده، فعايزك تريليت او عايزك تحس ان الموضوع طبيعي وعادي جدا. كلنا بنعمل الحاجات، كلنا بنغلط، كلنا الدنيا ما بتظبطش معانا. وفي ناس بالنسبه لها يا عم يقول لك يا عم ده دايت، ده ايه مشكله، يوم عادي. انا بس حبيت اشير معاكم واشارك معاكم اللي بيحصل ده وبس كده. بس كده يا شباب، فيديو خفيف لطيف لذيذ، واجهزوا للفيديو اللي هينزل الجمعه الجايه عشان هيكون ضرب نار. الفيديو ده كده في اللزوز في فترة العيد. رب يكون عجبكم، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك، ولو انت اول مرة تشوف الفيديوهات اعمل سبسكرايب، هيعجبك الفيديوهات.
فكان معكم عبد الرحمن وسيف وحسين ودريك من ايفولف. نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.